لقيت الجوع ابو موسى بان له بيت في الحجره، عليه قطيعه دسمال وبشيت من بجر ظهره. تستاهل الكيف الحمر يا بن وايل، انت الذي تستاهل الكيف كله، ترى الدنيا فين زايل تقصر ولو هي طويله. يا حظ اللي يزرع فيها زرع مفهوم حاصيله، والحاصيل اعمال زينه. لكن دائما القصيده اذا وظف فيها قاعده شرعيه مثلا او ايه او بيت شعر مستشهد به تصير قويه. طالعها يتحلاها وتحلها الكبوت وتحلها النعامه اللي على الكبوت او بنت البكار، ويطالع المرايات ابد ربيع قلبه لا قال له السواق تعال يا ماجد وزن المرايات ذي ولا ناظرها. يا هلا والله مرحبا، الحمد لله بخير. كيف صحتكم؟ من زمان وانتم جايين ولا توكم الحين؟ لا والله من شوي. اي شوي اي والله تاخر شوي. الله يسلمك، انا مريت على بعض الاخوان والربع وسمعت عندهم سالفه يرويها واحد اسمه سعد بن عبد الله بن عمار. قال السالفة وبنقلها لكم مثل ما سمعتها. الله الله. يقول أنها هاك السنة في عهد الملك سعود رحمة الله عليه، في شاعر اسمه حاضر بن حضير العازمي، والشاعر هذا جاء عاني من جهة سدير ومسدير، جاء يسلم. دائما الشعراء يجون للملوك وللوجهاء يقصدون عليهم ويقولون عندهم قصيد نعم. فهو جاء من ضمن اللي جايين يسلمون، ويعني تعرف الشاعر. فلما جاء ما تهيت له الفرصة انه يواجه طويل العمر هاك الحين، ما تهيت له الفرصة بسهولة. وافق انه جاء يعني مثل ما تقول عندهم ضيوف وعندهم، ما قدر. فانتظر انتظر عند الباب فتره طويله الين تهيت له الفرصه، وجاء واحد وقال له انت وراك قاعد في هذا من زمان؟ وانت قال لي والله قاعد ودي اسلم على طول العمر واجه ولا حصل لي. والحين جاء، المهم انهم تعرف وجاي يمكن بعد رث الهيئة أو هذا أو إيه ما كل. فتهيت له الفرصة هاك المرة ودخل وصار قدام مثل قدام الملك سعود مع اللي جايين يسلمون. يوم سلم عليه قال من أنت؟ قال أنا حاضر بن حضير العازمي، وإني جاي طال عمرك قايل قصيدة فيكم، وإني أبطيت عند الباب ما حصل لي الدخول، والحين أنا إيه. قال وش قصيدك؟ قال اني اقول عانيت لك من باطن سدير يا سعود، ودي بقربك يا ربيع الضعافي، يا الليث يا الضرغام يا منقع الجود يا مهد يا صعاب العرب والعسافي، لا جيت يمنعني عن الباب راسود، والصدر ضاق ولا على الله خافي، لعل حظي فيك ما هو بمقرود، واللي عطاك من الوهايب جزافي، تعطي جواد الخيل برسانها قود، زود على العيرات حمى الشعافي، يا ابو فهد مالي بغير انت مقصود، يوم انهن عظن في الظلافي، ارخص لي اواجه من القل مضهود، رجلي ما يضفي عليهن الحافي، لا روح ظله بين شلهوب وحمود من غير تدري مدة ما تشافي. شلهوب وزير الملك ذيك الحين، وابن جميعه بعد حمود بن جميعه مثل من المسؤولين. فما تهيت له الفرصة من بينهم، يقول أخاف أضيع بينهم، هذا يحسب أني داخل وهذا يحسب أني. فصارت الأبيات الحقيقة عجيبة وجميلة فعطوه الشرحة، ومر له الشيوخ بشرحة وعطوه مثلها ما تقولها كالحين 200 ريال، ولا 200 ريال وين تعادل مثل ما تقول الحين في وقتنا الحاضر حوالي 20,000. الله الله. خذ 200 وحطهن خرجية ما عند الشيء، وحطهن في يمكنهم بعد عربي مهن بورق، وحطهن وعبد ولا ينام الا هن متوسدهن، ومفغصهن جنوبه هاك هن بغى يرقد منه ومنه يوخرهن. اي نعم. قعد فتره في الرياض، اهله في سدير وهو في الرياض،
وقعد فترة يعني توجس يبي يكود يلقى سيارة توديه ترجع لأهله، ولا هو براجع فاضي توام يديه يبي ياخذ لهم مقاضي. ذيك الحين تو السيارات توها بادية يعني تكد الخطوط الطويلة مثل ما تقول، يعني ما يمشي يلا كل عقب 15 يوم و20 يوم يروح لوري مثلا للدوادمي، يروح لوري للمجمعة، يروح لوري للظهران للدمام، يروح قليل السيارة ولا بغى يروح حلوري ولا الله يجيك تعال شوف الركاب وشون فيه ابد علو غاد سنه زهرت قرقاص من كثر الركاب واغراض وقشان نتحمل في السيارة. المهم حاضر خذ ال200 ريال وراح للسوق لمزيبرة. كالحين مزيبرة تطل من ناحية الجنوب على برحة سبيرة وفيها أقصاها من هناك مقصبة وفيها سوق يسمونه سوق الأرزاق أو سوق الحساوية. علو السوق من ناحية الشمال فيها اللي يبيع يخيطون الثياب، هاك الحين قسم يسمونه سوق الحساوية هم اللي يخيطون الثياب، وجنوبية فيها اللي يبيعون الأرزاق وما الأرزاق وذا، وله بعد زليل شوف ما هنا شوفهم بالحيل، ويجي عند راعي هاك الدكان ويبسط عند راعي الدكان أنت يا حاضر، قال عطنا وزنة لومي، قال هذه وزنة لومي لومي أسود، وعطنا وزنة دارسين، قال هذا دارسين، قالوا عطنا ثلاثة زياس سكر، الزياسة السكر تعادل هالكحين 7 وزان، خذ زياستين سكر وخذ مقيضيات لها لها أغراض واجد وهيل وقهوة وزنجبيل، يا الزنجبيل حريص على الزنجبيل، ولك الزنجبيل اللي يابس وسدين الزنجبيل، قال يعني اللي بيدقه يلا كود تلطم لان ريحته تعطر زنجبيل العطاس، هو الزنجبيل بغى الواحد يدقه لازم يتلطم في نجر ولا في شيء، وياخذ له شوي زنجبيل وياخذ له اخذ ما شرى عويدي يعني اللي هو القرنفل المسمار صرح له فيها كسرار. هاك الحين اهل الدكاكين ما عندهم اكياس مثل هالحين يحط فيها، لا 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 لا، كانوا الحريم يدورون على اهل الدكاكين يبيعون عليهم سياسه يسمونها خرايط، هم مثلا ثوب الحرمه او ثوب الرجال اذا منه صار رهيف ما عاد يستر ولا عاد وتقطع يقومون يستفيدون من سمومه يصلحونها سياس مثلا ولا يحطون من خرايط ويجمعون فيها الاغراض هذه تباع، بس انها كيس نظيفه غسوله ونظيفه مخيطه ويحطون فيها اغراضهم. يقعد حاضر عند راعي هاك الدكان ما ادري من اهل القصيم او من اهل الزلفي، بعد رجال وسع صدر وش كثر يا حاضر احط لك، ياخذ من الزبيل ويحط حطوا له هاك القهوه وهاك اللوم يجمعن عند راعي الدكان. اخر ما شرى فناجيل ذاك اللي يسمونها ابو سنبله اللي على السنبله، الفناجيل اللي اكبر من هذه شوي وعلى السنبله منه ومن الله الله، وبيالات، وشرى قزاز للسراج ودخل القزاز حط الدارسين ما ادري ايش حط العويدي ما ادري هو الهيل في القزاز عشان ما تنكسر. حب رجال دبز اللبد وحريص، الظاهر انه حط فيها التويست اللي فيها الكمون لان الكمون لين يدخل في القزازه. اي نعم، وقوموا زينهن ولا مرهكه فيها سكت عنهم وهي بعيده فيها ناس يبيعون كنادر، ولا الكنادر من اول تجي في صناديق خشب، ولاك الصندوق اكبر من ذا المركه شوي خشب جادعه راعي ما يبيه، راح وجابه راعي الدكان وجمع اغراض حاضر فيها الصندوق، صندوق خشب حط الهيل والقهوه والدارسين واللومي والاغراض هذه والسكر وكل شيء ورتبهن وخلى القزازه في الوسط. لا لا، وبعد ذكرت شرى لها يسمونها دسته سباريت، سباريت اي نعم سباريت وفتيلة الاسراج ايه اغراض واجد، ولا بعد جنبه واحد يبيع فقس خذ غرشة فقس جنب زين عن البرد هاك الحين. جمع ذا الاغراضات كلها ب200 ريال اللي هو حصلها شرابها المقاضي ذي وسمرها، وقام راعي الدكان ويجيب هاك الحصات ويطدز المسامير حقت الصندوق اللي انغدى وشح ليله لابد مرت اكبر من المركه هذا شوي وهو خشب. ها قال خله عندك عاد لين القى لي راعي سيارته اني ابي اروح للسدير حتى اني اروح معه. قال زين، ولا فيه واحد اني قال له محمد بن صالح رجال شهم وكريم وطيب من امراء مدينه عشيره، هاك حمل صالح اهل عشيره
ولها مستاجر هاك اللوري على حسابه لوري وياخذ فيه ركاب يعني يستفيد اللوري السواق اللوري هذا هو معه معاوني ولكن المستاجر مثل ما تقول مقاول متعهد خذ اللوري هذا وقفه في مزيبره قال يلا يا ركاب من اللي يبي يروح لاهله وجون وكان ركاب متجمعين اللي بيروحوا للقرايا ايه من اول قشان يجمعونها في اكلوري جمعون ويجي واحد معه برميل فيه غاز يحطه في اسفل اللوري ويجي واحد معه مثل ما تقول بقرش يحطها جنب الغاز جنب لا ما يتدرب عليها البرميل مربوط بهذا ويجي واحد من الركاب مثل ما تقول اشكال والوان الركاب في هاللوري واحد معه ثلاثة مرازيم حديد مربوط لها بسيم مرازيم الحديدة كحين أول ما جت إيه نعم وواحد معه الشبك وواحد معه سيسين سميت وواحد معه مكينة خياط موصن عليها يبونها مدري الحرمة أنت بتعرس وواحد معه السمور وواحد الله يا كد قريش والأغراض واحد معه خيشتين فيها شطوط ناقة شطوط من أول الشحم يباع ويهذونه يذوبونه وواحد معه سير مكينة واحد معه حذاف موصل عليه حذاف مكينة أغراض امتلى الصندوق والشنط من أول كل واحد بيسافر يصير معه مثل ما تقول شنطة حديد ذيك البراميل مقبقبة كذا مضروبة بويت خضراء فيها وردتين على قدام وفيها لها قفل وردتين صفر ومعه فراش مطوي في ملفوف اللف بساط كل الركاب كذا أغلبهم ما يروح من أول واحد ولا يسافر إلا مع شنطة وفراش حطها في علوها اللوري وتعال شوف الركاب اشكال والوان اللي عليه كوت واللي متلطم واللي لحيته محنه طالعت من عدر الشماغ واللي مرتس على العارضه واللي اكثر الشباب يرسمونهم في السلف فوق لانهم يغنون يستانس عليهم السواق خاصه اللي صار الموتر محمل تمروج كذا في السكه ما بين الرمل وهم يغنون هجيني يا العيل اللي سبلها ولفته من الاغاني الهجينيه اللي تغنى من اول يا زين فرع وقض الراس خلل زارير دلاعي اغديب شوفك يزول الباس وامل النظر منك لو ساعي يعني من هالنوع كذا ويستانسون وكانوا من اول يعني اللي يستاجر اللوري مثلا المرتبه القداميه تلقى قليل اللي يركب فيها هذه يستاجرها مثلا واحد معه امه عاجزه ما تقوى تمشي ومع خالته واللي يستاجرها مثلا واحد توه معرس ياخذها للعروس يركب هو من توالي السواق ويخلي مثلا الحرمه في الوسط وامها من يم الباب. اي نعم هذا هو هذا نظام من اول ويروحون ها بن صالح موقف من الموتر وهالركاب يجون على واحد واثنين وواحد واثنين يركبون يوم جاي بيمشون قال له بن صالح تكفى يا ابو محمد هالصناديد الله لا يهينك انسان مو بحاصل اللي انا مركب غادي ما اروح معك الصناديد لاهلي. ولاهله نازلين حولنا خالهم في عشيره. قال ايه ما يخالف يا حاضر هاته. يوم حملوا وقضوا ويرتبون الصندوق. وتمشي السياره وتروح. كالحين الطريق ترابي يقعدون فيه يومين. وتمر على شعيب مثل ما تقول بنبان وملهم ودقله وشعيب صلبوخ وشعيب دقله اخر شيء وذا. احيانا يوافق تغريز ينزلون القش كله ويحملونه مره ثانيه ويركبونه. واحيانا يوافق سيل وينزلونه واحيانا يغرز وتبهذلون ما وصلوا يا لادي خير. وبعض الركاب غثيث الا يرجعون ورا لين يوصلون عند النخل ينزل قشه هناك وبعضهم ينزل في طرف الشعيب وبعضهم ينزل مشكلين. المهم يوم وصلوا الديره هناك وقاموا ينزلون العفش الصناديد حق حاضر صار في طرف السياره ودائما الرجال اللي مهو بعينه على حلاله يضيع يقول عينك على حلالك دواء وعنز الفقير مسلط عليها الذيب بعد ما ياكل الا هي قبل الله الله الحاصل يوم وصلوا هناك تخالفت اليدين صارت وصولهم في ليل تخالفت اليدين في الصندوق حق حاضر نزلوه ركبوه ما ادري تخالفت اليدين فيه وضاع الصندوق وابن صالح مو بقلبه كتاب ما فطن راح صندوق وضاع قول يا الدنيا يوم مر يجي شهر ونص ويجي حاضر لاهله يوم جو لهم متشرهين عليه وزعلانين الله يدفع البلاء انت لك شهرين في الرياض لا روحت لنا شيء ولا كاسيه ما روحت روح لكم صندوق مع ابن صالح فيه مقاضي واغراض وارزاق وفي تسوه اللس يا فلان يعني مرته وفي تسده وفي تسده وفي كاتب دوره لا جانا صندوق ولا شيء افا سيف يلا الخيره
وهو يرجع لابن صالح قال يا عم قال والله ما ندري. قال توجس وما بين شيء. ويقوم حاضر ويقصد قصيدة في ابن صالح ويقول له يقول يا ابو يا يقول له يا اخوي انا اخترتك. كتب ابيات عن 20 صفحة حسي. قال يا اخوي انا اخترتك على كل مخلوق وارسلت معك من المقاضي علاقة. ليش يوم ترسلها؟ قال بلك خير وجودي وماثوق وشرواك مع حمله يشيل الوساقة. يا ابو محمد يا هوا لابس الطوق. امدحه يا ابو محمد يا هوا لابس الطوق. ما هو بحق اسناك عقب الصداقة. عندك غدالي يا ابن الاجواد صندوق. شفتوا شلون؟ عندك غدالي يا ابن الاجواد صندوق. وانا حشا ما لحقتك تهمة سراقه. لكن تبلس وظهر الطاق مطبوق. والنعتقل ما لحقت راعيه الساقه. واللي غرم اهلي يا ابن صالح من السوق. حليله وش اسوي؟ واللي غرم اهلي يا ابن صالح من السوق. موجب من العازه ولا شنف هاقه. الا قلطت بحق ماني بمفهوق. حقي هو القادم ودور الحاقه. واقلط على الاجواد مع كل طاروق واشره بدم الوجه. قبل اندفاقه الصد. السد بنقع صباخ همج ومطروق والصد قرهود قراح مذاقه. يوم جته القصيده بن صالح واليوم فاشل. قال يا حاضر حنا والله تلفتنا وهمك تقول تبلس وظهر الطاق مطبوق. اظهرت حفاظه لكن ما لقينا الصندوق يا لعزي خير. لكن تدري ولا هم موافق جيته وقت صرام التمر. وش تقدر انت البضاعة اللي في الصندوق تم ثمنها؟ قال هي الميتين اللي عطوني الشيوخ حطيتها في ذا المقاضي. قال ابشر ولا اجود ابن صالح. طيب وهذا هو هذا هو الواجب. وشوفه ما يبي من يعلمه. يقوم يا ابن صالح قال تعال يا حاضر وش يبي؟ بهذا حلال ذا الضعيف. ويقوم ويكتب لاخوه رقال اللي في النخل. نخلهم اسمه القلهبة. ويكتب له على انه واصل حاضر ابن حضير تعطيه 400 وزن التمر. يعني كثر قيمة المقاضي مرتين عوض عن هالصندوق اللي ضاع. ها وش تقول يا حاضر؟ قال اقول كثر خيرك وبيض الله وجهك ولا قصرت. فعلا يروح يعطونه التمر وياخذ منهم يانت البيت هو البازي يبيعه. يمكن هذا حسب ما سمعت وهذا حسب الروايه اللي انا سمعتها. والله اعلم عاد عن صحتها. انا سمعتها من الشاعر والراوي عبد الله بن سعد بن عمار الله يذكره بالخير. وسلامكم وتعيشون. يا سهر عيني والمخاليد ممسين ويا قلبي اللي مثل دق المكين. لقيت الجوع ابو موسى بان له بيت في الحجره عليه قطيعه دسمال وبشيت من بدر ظهره. تستاهل الكيف الحمر يا بن وايل انت الذي تستاهل الكيف كله. ترى الدنيا فين زايل تقصر ولو هي طويله. يا حظ اللي يزرع فيها زرع مفهوم حاصيله والحاصيل اعمال زينه. لكن دائما القصيده اذا وظف فيها قاعده شرعيه مثلا او ايه او بيت شعر مستشهد بيت تصير قويه. طالع يتحلاها وتحلها الكبوت وتحلها النعامه اللي على الكبوت او بنت البكار ويطالع المرايات ابد ربيع قلبه. قال له السواق تعال يا ماجد وزن المرايات ذي ولا ناظرها.